هلا وغلا بأطق متابعين بالعالم. أول شيء من زمان ما جيت معارض القادسية، من زمان من زمان، الظاهر لي 6 شهور أو 5 شهور، لكن على قولة المثل مطول الغيبات جاب الغنائم. جايبين لكم اليوم عرض، عرض يعتبر عرض خاص من شركة الشرف للسيارات بمناسبة يوم التأسيس. مقدمين لكم خصومات وعروض عن طريق البنوك وعن طريق الكاش، دائما الكاش له عروض خاصة. بنقول لكم العروض الموجودة عندهم للكاش والأقساط. أول شيء نبدأ بالباترو بلاتينيوم 2023 الست سلندر وارد بترومين، عليه ضمان 5 سنوات أو 300,000 كيلومتر أيهما أسبق. قبل كان سعره ب 269,000 والحين بعرض يوم التأسيس ب 263,000. طبعا فيه كوبونات خدمات مجانية موجودة، عازل حرارة والأشياء الثانية هذه. يبدأ السعر البلاتينيوم عندهم ب 263,000 ريال، والمعلومية ترى كمية محدودة، قبل كم يوم نزلنا ما بقى إلا كميات بسيطة، يعني تلحق ولا ما تلحق. ونجي الحين للفورد رينجر اللي جربناه لكم من قبل أول ما تم تتشينه. فورد رينجر مسوين عليه عرض للكاش، للكاش راح يبدأ بسعر 121,900، وقبل كان 125,000، وعندك طول العمر الضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهم أسبق، ومعطينكم بعد كوبون خدمات مجانية. هذه بالنسبة للفورد الرينجر، راح تتوفر منه عدة فئات وعندهم أكثر من لون، وارد التوكيلات. والحين نجي للفورد التيريتوري، سيارة عائلية متوسطة الحجم وتعتبر كروسوفر، وتجي بصفين، راح يبدأ سعره 98,900، قبل كان سعره 100,200، ونفس الوضع الضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما أسبق، وصيانة مجانية مدة 2 سنين أو 24,000 كيلومتر، ومقدمين لكم كوبونات خدمات مجانية. متوفر عندهم أكثر من لون وأكثر من فئة. السوناتا 2024 الشكل الجديد اللي جربناه لكم قبل فترة، الموتر ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا بالنسبة لي أعتبره تحفة، جامع أشياء كثيرة. بشغل لكم الموتر الحين، بشغل لكم السيارة وتشوفوا النور، تشوفوا الواجهة الأمامية، اللون النارد جراي. كم تبدأ؟ ترى ستاندر هذه. الغريب الحلو بالموضوع بنوريكم الحين الداخلية، أنا مستغرب ستاندر وشاشة اللي على اليمين، الشاشة الوسطية حجم 10 إنش، الشاشة كبيرة. كم يبدأ سعره؟ يبدأ ب 98,900، كانت 100,900. طبعا الضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما أسبق، وعليها صيانة مجانية لمدة 2 سنين أو 30,000 كيلومتر زائد خدمة المساعدة على الطريق. ولازم نوريكم السيارة، وهذا شكلها، بشغل لكم النور. شوف الشكل الخلفي، شوف الشكل الخلفي، الموتر حتى على قدام الشارع تحفة، التصميم الحلو العصري صراحة روعة معنى الكلمة. تعالوا خلوا بوريكم الداخلية بعد. الداخلية لو تلاحظون عندنا هنا الشاشة الكبيرة هذه العشرة إنش، شايفينها؟ هنا في شاشة صغيرة بالنص، بس معطينك العدادات الليزر اللي كأنه عداد ليزر. شوف بالله قرب لهم، راح أشوفه كنسول وسطي، الجير الاوتوماتيك أكيد، مخارج اللي هو الشاحن تايب سي، كاميرا خلفية. شوف الكاميرا، يعني أنا ما أدري شلون هذا ستاندر وفيه مواصفات ما شاء الله، ثبت سرعة. هذا بالنسبة للسوناتا. هونداي الانترا مقفلة الملفات، شوفوا متوفر عندهم أكثر من لون وأكثر من فئة، راح يبدأ سعره ب 77,000 ريال، قبل ب 625، قبل كانت ب 81 اللي هي هذه، راح يبدأ السعر. طبعا نفس الوضع، ضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما أسبق، ومتوفر عندهم بعض الألوان. طبعا هذه الفئة اللي راح يكون سعره ب 77,000 ريال. ونجي الحين للأصغر سيارة من سيارات هونداي، اي 10، كان سعره قبل العرض ب 48,750،
الحين ب 45,425 ريال، وخمس سنوات الضمان او 200,000 كيلومتر، وصيانه مجانيه لمده سنه او 10,000 كيلومتر، ايهم اسبق؟ هذه بالنسبه الايتن اللي تعتبر اصغر سياره من سيارات هونداي. ونجي لهونداي اكسنت الشكل الاول ال 2023، ترى الى الان في ناس يحبون الشكل هذا، موجود عند شركه الشرف. قبل خصم كان 60,500، الحين ب 57,500. اكسنت حجم الماكينه 1400، ونفس الوضع، ضمان خمس سنوات او 100,000 كيلومتر هي مسبق، والصيانه مجانيه سنه او 10,000 كيلومتر. متوفر عندهم كذا حبه. في فئه اعلى اللي هي هذه الماكينه ال 1006 ميد، اللي يسمونها ميد، كان سعره ب 74,350، الحين ب 67,580 و850، معليش، ب 67,850 ريال. هذه بالنسبة لهونداي الاكسنت 2023. واكتبوا لي تحت حقين او عشاق الاكسنت، وش الاكثر شيء يعجبك، الشكل هذا ولا الجديد؟ وباقي عروض ما خلصت. نجي الحين الاكسنت 2024، وشفتوا الشكل الاول والجديد كشكل من اول نظرة، بالحين تحسبها الانترا والسعوة جملوة فخموة وضبطوة بشكل كبير. وهنا بشركة الشرف مرضين الجميع، في ناس يحبون الشكل الأول موجود، في ناس يحبون الشكل الجديد موجود. كان سعره قبل الخصم، هذه ستاندر وأقل فئة، كان سعره ب 66,200، الحين ب 63,020 ريال. طبعا ضمان خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر أيه مسبق، وصيانة مجانية لمدة سنتين أو 30,000 كيلومتر أيه مسبق. الجو هواء، ترى تقول بندر ليش مترطب، هواء وبارد، وعسى الله يجيب البراد، ما نبي الحر، انا ما شبعت من الشتاء الصدق اقولك. وباقي بعد عرض على فئه ثانيه للاكسنت، تعال خلونا نشوفها. الحين نجي لهونداي فينيو، هذا يعتبر اصغر كروسوفر قبل الكونا، هذا جاي اصغر من الكريتا. يصلح لمين؟ يصلح شباب والبنات اكثر شيء، للبنات اللي توهم متعلمين سواقه وتبي سياره مرتفعه، وابعاده جدا سهلة وحلوة لأي بنت تو تتعلم أسواقه. وأكثر شيء أنا أنصح بالسيارة، طبعا هذه دايم حلوة وزينة داخل المدينة، وللبنات اللي توهم متعلمين أسواقه، واللي يبي بعد سيارة مرتفعة وبسعر معقول. أقول لك السعر بأرخص من السيارات الصغيرة. كان سعره قبل العرض ب 62,275، الحين ب 59,225 ريال. طبعا ضمان خمس سنوات او 100,000 كيلومتر هي مسبق، صيانه مجانيه سنه او 10,000 كيلومتر، ومقدمين لكم طبعا كوبون فيه خدمات مجانيه من تظليل، من سيراميك، من اشياء كثيره راح تعجبكم ان شاء الله باذن الله. لازم نوريكم الشكل الجانبي، شوفوا جاي كتصميم مثل تصميم الصندوق، التصميم المعروف واللي هو يعتبر ترند. هذه الجهة الجانبية، وريكم الشكل الخلفي. طبعا الموتر مباع، الله يبارك الراعي، الباقة اللي موجودة عليه اللي راح يقدمونها لكم المجانية، هذه هي التظليل والطبقة، وعندك الحماية اللي حطينا لك بالأطراف حقة الأبواب، زايد التكييس حق الدعاسات الأرضية، وهذه الداخلية، وهذا شكل المفتاح. ومتوفر عندهم، بالله وريهم الداخلية، متوفر عندهم ألوان وأغلب الفئات موجودة عندهم. طيب علمنا وش وضع الأقصاد يا بندر. الأقصاد عندهم راح تبدأ من رواتب 3,500 ريال بدون دفعة أولى، بدون رسوم إدارية، وعندهم بعد عرض 50-50. بس لا تنسى يا صديقي تطبق الشروط والأحكام. دائما اقول لكم الكلمه هذه، تطبق الشروط والاحكام. ليش؟ لان في ناس عليهم التزامات، في ناس، فلازم تكون انت يصير وضعك المادي او المالي يصير مناسب مع القسط اللي راح تدفعه انت. وان شاء الله باذن الله هم ما راح يقصرون معكم، وقولوا لهم عن طريق بندر، وباذن الله ما راح يقصرون معكم، لانهم هم عندهم مرونه باقصى شيء يقدرون يسوونه، ويضبطونك باي شيء هم يقدرون عليه. بحط لكم أرقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف.
اعتذر منكم يا الغالين، صوت الهواء مع اني حاط مايك وحاله الا في صوت هواء، لان كان في هواء قوي، والحين انا مركب صوتي، فاعتذر منكم على الازعاج واعتذر منكم على طول الفيديو. فمان الله وبحفظ الكريم.